السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الوضع الأمني والسياسي في عدن ومنع السلطة المحلية ومؤسساتها من إدارة الوضع في المحافظة. منعت القوات الأمنية التي تسيطر على مبنى محافظة عدن وكيل المحافظة أحمد سالمين المكلف مؤخرا بالقيام بأعمال محافظ عدن من دخول مبنى المحافظة. وقال موقع عدن الغد إن حراسة مبنى المحافظة قامت بمنع القائم بأعمال المحافظ من الدخول لمزاولة عمله، وأضاف أن القوات الأمنية لم تبين الأسباب التي أدت إلى ذلك. يأتي هذا في ظل وضع أمني وسياسي متوتر تعيشه محافظة عدن نتيجة سيطرة قوات الحزام الأمني المدعوم إماراتيا على جميع المؤسسات في عدن ومنع المحافظ من تأدية مهامه. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: لماذا تمنع السلطة المحلية ومؤسساتها من مزاولة أعمالها في عدن، وإلى أي حد سيؤثر ذلك على مستقبل استعادة الدولة؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. يوم بعد آخر تزداد قناعة الشارع في أن دور الجهات الأمنية المدعومة إقليمياً صار لا يتفق مع أهداف التحرير واستعادة الدولة، وذلك بعد أن أصبح الوضع الأمني أكثر تقلباً في عدن، بالإضافة إلى التجاوزات التي شملت الصلاحيات الإدارية والأمنية في المحافظة. توجسات كثيرة تحولت إلى واقع بعد أن أصبح دور التحالف العربي في عدن يثير الكثير من التساؤلات، فالقوات المدعومة إماراتياً باتت بعد 3 أعوام من التدخل العربي في اليمن تسيطر على مساحات كبيرة خارج إطار الدولة، بالإضافة إلى فرض الأمر الواقع على كل من يعارض وجودها. في الجديد قال موقع عدن الغد إن القوات الأمنية في مبنى محافظة عدن منعت وكيل أول محافظة عدن أحمد سالمين والمكلف مؤخرا بالقيام بأعمال محافظ عدن من دخول مبنى المحافظة. الوكيل أحمد سالمين الذي عرف بأنه لا ينتمي إلى أي قوة سياسية كان سابقا يمارس عمله اليومي في مبنى المحافظة دون أي توقيف، ولكنه عشية القرار الحكومي منع من دخول المبنى. الدوافع الرئيسية للتوجه الإماراتي في عرقلة عمل محافظ عدن المفلح سابقا والقائم بأعماله حاليا يعيده مراقبون إلى أن المفلح كان يعارض بشدة التوجهات الإقليمية التوسعية في عدن، وهو ما جعل المحافظة تعيش فراغا إداريا أكثر من أي وقت مضى. التوجه الإقليمي وضع في أولوياته السيطرة على كل المؤسسات في عدن بعد أن أحكمت دولة الإمارات السيطرة على السواحل اليمنية، وهو ما يرجحه مراقبون بمثابة التعويض عن ما خسرته بعد إلغاء اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة دبي في العام 2012. وبين حرب سياسية وتصعيد إعلامي لا يزال الوضع في عدن مرشحا للتوتر بشكل أكبر، خصوصا بعد أن أصبحت اليمن أشبه بمقاطعة حرب يريد الداخل والخارج فرض كل أجندته وتوجهاته عليها. حياكم الله مشاهدينا، ونبدأ هذه الحلقة مع رئيس تحرير صحيفة عدن الغد الأستاذ فتحي بن الأزرق. مساء الخير أستاذ فتحي. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. مرحبا بك أستاذ فتحي. في البداية تفاصيل ما حدث اليوم من منع وكيل أول محافظة عدن المكلف بالقيام بأعمال المحافظ من مزاولة عمله في مبنى المحافظة، رغم أنه كان في الأيام الماضية يمارس مهامه من مكتبه كوكيل للمحافظة. الحقيقة أن أحمد سالمين ليس محسوب على أي طرف سياسي هذه أولا. ثانيا، الرجل عرف منذ 2011 بأنه المحافظ الظل في عدن، أو الرجل الذي يقوم بمهام السلطة المحلية في عدن في حال حدوث فراغ إداري، وهو ما حدث خلال الفترة الحالية وما حدث خلال السنوات الماضية. نعم. الرجل كان يداوم في مكتبه منذ تسلم المحافظة المفلحي، أو منذ تعيين المحافظة المفلحي محافظا لعدن، لكن الرجل منع صباح اليوم في خطوة
غريبة ومفاجأة لا ندري سببا لها، لكن الحقيقة أن الرجل كان يداوم بشكل طبيعي خلال الأشهر الماضية، وكان على الأقل يحرك بعض الملفات الراكدة، بعض القضايا، بعض مطالب الناس. لكن مع منع أحمد سالمين اليوم، أعتقد أن السلطة المحلية باتت مختطفة بشكل كامل في عدن، باتت عاجزة عن أداء أي دور. الرئيس هادي ممنوع من العودة إلى عدن، والمحافظ المفلحي أيضا ممنوع من العودة إلى عدن، والآن اكتملت الدائرة بمنع أحمد سالمين من العمل. إذا نحن أمام مدينة ربما نقول أنها مختطفة بشكل كامل، الأوضاع ربما مختطفة من الإقتصادية. قبل من أستاذ فتحي؟ معذرة، مختطفة من قبل من؟ الحقيقة هي مختطفة من قبل الأطراف التي ترفض تسليم مبنى المحافظة. نحن قلنا أكثر من مرة أن تحرير الجنوب، استقلال الجنوب، تحقيق المطالب السياسية لن يأتي من باب الصراع على ملفات الكهرباء والمياه والمجاري والصرف الصحي وصرف مرتبات الناس. قلنا ألف مرة، من لديه قضية جنوبية، من لديه قضية وطنية حقيقية، يجب أن لا يدخل السلطة المحلية المتصلة بالكهرباء، بالمياه، بحقوق الناس، بمرتباتهم في الصراع السياسي. الناس ما ذنبها حقيقة؟ يعني أنا أسأل وبكل وضوح أقول، ما ذنب الناس في عدن أن تتعطل مصالحهم الشخصية، أن يتعطل الإيراد، أن تتعطل الكهرباء، أن تتعطل المياه؟ نعم عندنا قضية جنوبية وكلنا نؤمن بالجنوب وبقضية الجنوب، لكن ما دخل السلطة المحلية، ما دخل قضايا الكهرباء، ما دخل قضايا المياه في هذه الأمور؟ الناس في الأخير، المواطن العادي يريد كهرباء، يريد مياه، نعم، يريد سلطة محلية. أستاذ فتحي، نعم أستاذ فتحي، ربما أيضا يتساءل الكثير أستاذ فتحي، يعني من أين نأتي أو من أين للشرعية أن تأتي بمن يقوم بمهام السلطة المحلية في عدن؟ المفلحي رغم الإجماع الكبير وحب أبناء عدن له منع من ذلك، الآن أحمد سالمين وهو كما تحدثت من الشخصيات التي لا يختلف عليها اثنان في محافظة عدن، وهو يقوم بدوره منذ عام 2011 كما تحدثت، وربما هو الذي كان يعني محل إجماع من الجميع، الآن يعرقل. ما هو السر؟ ما هو السبب؟ ماذا يريدون من 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 عدن؟ هل هي مؤامرة لاستعادة عدن عافيتها؟ يا أخي، هم وجدوا عبد رب منصور هادي رجل ضعيف ورجل هش ورجل يفقد كل رجاله، للأسف الشديد كل رجاله يسقطون واحدا تلو الآخر وهو يتفرج إلى أن يتم قتله هو شخصيا. هو ضعيف وهو يستاهل كل ما يجرى له، للأسف أقولها بكل مرارة. هو الضعف هذه هو الذي تسبب في أنهم يمنعوا المحافظ المفلحي ويمنعوا غيره. قلنا ألف مرة يجب أن يكون الرئيس هادي قويا على الأقل لأجل الناس، على الأقل. إحنا نتحدث، لا أتحدث من جانب سياسي، أتحدث من جانب خدماتي. الناس في عدن محتاجين يا أخي كهرباء، محتاجين مياه. هادي وأسرته جالسين في الرياض، الزبيدي وغيره جالسين، أسرته في أبو ظبي. طيب الناس العادية في عدن، في المعلة، في التواهي، يا أخي جالسين في أسوأ أوضاع. يا أخي ما ذنب هؤلاء الناس؟ ما ذنب آلاف الناس، عشرات الآلاف، ملايين الناس في عدن؟ لماذا أستاذ فتحي، نعم، لماذا لا يخرج هؤلاء الناس من خلال اطلاعك وقربك من الناس ومن المواطنين في محافظة عدن، وتتابع قضاياهم باهتمام، وتتابع أيضا ملف الخدمات، ودائما ما تغطي هذه الملفات بشكل يعني مباشر وبشكل يعني متواصل دائما؟ إلى متى يعني يستمر الناس بهذا الصمت؟ وهل سيقبل الناس أن تستمر الحال والوضع في عدن على هذه الصورة؟ يا أخي، الناس أولا ليست لها لا من قريب ولا من بعيد الصراع السياسي. في الأخير الناس تريد أن تعيش، الناس تعبت الصراعات كلها والحرب وكل هذه الأوضاع، يعني ملت منها بشكل لا يصدق. الناس في الأخير ليست مؤيدة لطرف من الأطراف. في الأخير كل أطراف هاربة، وكل الأطراف تبحث عن مصالحها الشخصية، سواء الشرعية، سواء الطرف الآخر، سواء كل الأطراف. للأسف الشديد هذه حقيقة أنا لا أستطيع إنكارها، أن كل الأطراف تبحث عن مصالحها. لكن على الأقل وأنتم تبحثون عن مصالحكم، احترموا مصالح الناس، احترموا الشعب هذا المسكين، احترموا المواطنين العاديين الذين لا يجدون حتى الدور الذي قامت به الحكومة. أستاذ فتحي، الدور الذي قامت به الحكومة مثلا برئيس الوزراء ملموس في الفترة الأخيرة، وحقيقة الناس لمسوا كثير من الخدمات، عادت بصورة منتظمة وكان هناك تحرك كبير للحكومة. ألا يعني هكذا يعني تحرك يعني يبعث رسائل اطمئنان بأن الحكومة الشرعية ربما هي التي ستقوم وتقوم وتغطي هذا الفراغ اللي حاصل في عدن، وينبغي على الناس أن تلتف حول هذا المشروع لدعمه وتواجدها من أجل الخدمات أن تصل للجميع؟
الحكومة تقوم بواجبها، وهذا أمر هي ملزمة فيه أساسا. من سيتولى زمام أمور الناس ويمسك السلطة عليه أن يوفي بوعده للناس بتوفير خدماتهم. رئيس الوزراء بن دغر ملزم بأن يقوم بتنفيذ الخدمات للناس، الرئيس هادي، المحافظ المفلحي، كل أي شخص أو أي طرف سيقوم أو سيسيطر على السلطة عليه أن يؤدي دوره بشكل كامل، وهو لا غير مشكور في ذلك، رغم أن الحكومة حقيقة يعني قامت الكثير من الأعمال خلال الفترة الماضية، لكن هذا هو أساسا واجبها. لكن المشكلة هو تعطيل الحياة حاليا في عدن. أنا شخصيا كصحفي أقولها بكل صدق، أنا يعني متشائم جدا للأمانة، يعني يؤلمني وضع عدن. أنا قزعت اليوم بالمنصورة، شاهدت الشوارع غارقة في مياه الصرف الصحي، الناس بدون مرتبات، الكهرباء في تراجع مخيف، الماء ينقطع بشكل كبير عن غالبية مناطق عدن. يا أخي يحيدوا عدن، يخرجوا عدن من الصراع الحاصل فيما بينهم. الناس لا لها دخل بهذا الصراع، لا من قريب ولا من بعيد. نحن أستاذ فتحي، نعم أستاذ فتحي، نعم اسمح لي، مع أهمية ما تقول وما وضحت، لكن الآن ربما الرجل يعني يتساءل الناس مثلا في عدن أو غير عدن، يعني الحكومة الشرعية تقوم بمهامها، هناك طرف هو المعرقل، هو الذي يقف حاجز أمام أي تقدم أو تواجد للدولة. البعض الآخر يقول المجلس الانتقالي هو يقدم نفسه بأنه يعني المسؤول على القضية الجنوبية وعلى الجنوب. هل الآن مهمته دعم عودة المؤسسات في عدن، عودة الخدمات، أم مهمته هو تعطيل الخدمات وتغييب عدن ودورها وإعادتها يعني بهذه الصورة التي تبدو لا يعني لا تسر قريب ولا 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 تغضب عدو؟ يا أخي هو في الحقيقة كان إذا كان المجلس يود كسب شعبية كبرى عليه أن يعزز دور المؤسسات، خصوصا إذا انظرنا في عدن كل المؤسسات جنوبية، كل المسؤولين جنوبيين، إذا ادعموا هؤلاء يا أخي، عززوا السلطة المحلية، عززوا إدارات الأمن، عززوا الجيش، عززوا كل المؤسسات، المياه الصرف الصحي، الكهرباء، التليفون، كل هذه الأشياء صارت بيد أبناء الجنوب، أقولها يعني بهذه اللغة، كلها بيد أبناء الجنوب. لذلك المتضرر الوحيد هم أبناء الجنوب أساسا في عدن، المتضرر الوحيد هم أبناء عدن. نعم. في الأخير نحن ليس لدينا طرف خارجي أو غريب على المدينة أو عن الجنوب بشكل عام، إذا تحدثنا بصيغة الجنوب مثلا، كل هذه الأطراف هي جنوبية. إذن من الواجب أنك تدعم هذه الأطراف، تدعم السلطة المحلية، تؤسس دولة حقيقية في عدن إذا أردت فعلا استعادة الدولة. الدولة لن تعود في ظل مؤسسات حكومية مدمرة. أنت إذا تريد فعلا أن تستعيد الدولة عليك أن تدعم الدولة حقيقة، تدعم مؤسسات الدولة، تدعم الكهرباء، تدعم المياه، تدعم كل هذه الأطراف. لكن للأسف الشديد ما نرى هو تعطيل، يعني التعطيل هذا لمصلحة من المستفيد مثلا أن الكهرباء تتعطل؟ من المستفيد مثلا أن السلطة المحلية لا تقوم؟ هل يأتي هذا أستاذ فتحي سؤال الطريق. يعني نعم سؤال، عشان ونرحب أيضا بالناشط السياسي أحمد ماهر، ولكن سؤال مهم في هذه النقطة التي تحدثت عنها، هل يعني خطاب المجلس الانتقالي الذي توعد بأنه سيكون هناك تصعيد ضد حكومة بن دغر يأتي إذن هذا التعطيل في هذا الإطار؟ والله إذا في التصعيد، إذا فعلا في تصعيد فيجب أن يكون ضد هذه، ضد الشرعية، ضد، لكن ليش ضد المواطن يا أخي؟ إحنا ضد فكرة إيذاء المواطن. يعني ما يحصل هو للأسف شديد تصعيد ضد المواطن، ضد الكهرباء، ضد المياه، ضد الخدمات، ضد الرواتب. أنا لا أريد تصعيد يتسبب بضرر للمواطن. عندك حساب سياسي صفيها مع الشرعية في الرياض، روحوا للشرعية للرياض وصفوا معهم حساباتكم، أما لا تصفوا الحسابات فوق المواطنين، لا تصفوا الحسابات فوق الناس العادية. الناس العادية في الأخير يعني ما ذنبها يا أخي؟ أنت تقول نحن سنصعد ضد هذه وأسرته عايشين في الرياض، الحكومة في مصر، في موزعة على دول كثيرة. نعم. أنت حينما تصعد تضر الوطن العادي يا أخي. الوطن العادي ليس هادي، عندك صراع مع هادي روح لهادي للرياض وسدوا انتوا وياه، لكن المواطن البسيط، الكهرباء، المياه، الرواتب، يا اخي ما ذنب الناس يا اخي؟ اقسم بالله العظيم نحن في عدن تعبنا بشكل يا اخي، تعبنا وكل هنا ابوه كلهم، اقسم بالله اننا لا نحترم اي طرف، لا هادي ولا 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 الزبير. اذا ربما هذه الرؤيه استاذ فتحي اسمح لي، نعم ربما هذه الرؤيه التي تحدث عنها هي سبب من اسباب المشكله. اسمح لي ان اشارك معنا في الحديث ايضا الناشط السياسي احمد ماهر. مساء الخير استاذ احمد. مرحبا بك استاذ احمد، اسمعني. ايوه اسمعك. مرحبا بك استاذ احمد، انت ايضا كيف تقيم الوضع في عدن؟ من يعرقل تواجد السلطه المحليه؟ من يقف يعني حاجز ضد عوده مؤسسات الدوله وممارسه مهامها بالصوره الطبيعيه التي يتمناها ابناء عدن؟
أولا يا أستاذ عزيز، حابب أوضح لك شيء واحد، أن عملية البناء تصعب عن عملية الهدم. الهدم سهلة جدا، يستطيع أي شخص هدم أي مؤسسة، مؤسسة الدولة إن كانت في مجال التنموي أو في مجال الإداري، لكن عملية البناء تبدأ من الصفر. ونحن الآن في ظل حرب قاسية أكلت الأخضر واليابس، ونحن نحاول أن نبني من جديد. طبيعي جدا أن يكون هناك في عقبات قد تؤثر علينا في البداية، لكن سوف ننتصر ما دام لدينا إرادة شعب قوية مصر على الانتصار. حابب فقط أخبركم على كلمة زميل صديق فتحي بالأزرق عندما ذكر فخامة المشير عبد الرب منصور هادي بعدة كيئة، نعم، فنخبره أن الفخامة هو الكرت الصعب الموجود في المنطقة، وإلى حد الآن هو الممثل الرسمي دوليا وعربيا، وإلى حد الآن هو يستطيع أن يغير مجرى الأمور الموجودة في عدن. إذا لماذا لا يغير أحمد؟ لماذا لا يغير إذا الرئيس؟ لماذا لا يتحرك وتكون هناك يعني وقفة جادة وإيقاف هذه الأعمال التي تعيق الدولة وتواجدها؟ لا ننسى أستاذ بشير أن خرجنا من حرب قاسية جدا، وأن هناك نظام عفاشي استمر أكثر من 33 سنة موجود في هذه الدولة، وقد بنى يا أحمد أستاذ أحمد لو سمحت أستاذ أحمد ربما الكثير يقول هذه شماعة، الآن أصبح عفاش ونظام عفاش الآن انتهى، الآن 3 سنوات منذ يعني أو سنتين ونصف من يوم تحررت عدن، من يحكم عدن هم أبناء عدن، من يقود عدن هم من حرروا عدن، إذا هذه عبارة عن يعني شماعة تعلقون عليها الفشل الذي أحدثه هؤلاء القادة ومن قدموا نفسهم بأنهم قيادة للجنوب. أولا يا سيادتي، لا يوجد قيادة للجنوب إلا القيادة الذي خرجت أيام الحرب والذي ناضلت وقدمت أرواحها فداء لهذا الوطن، وكلنا في هذا المرحلة في صف واحد وفي مركب واحد وفي سفينة واحدة، نتجه بإذن الله إلى النصر وسوف ننتصر بإذن الله ما دامنا تحت راية واحدة ومتفقين على هدف واحد. في أيام الحرب لابد أن تعلم أننا من هي هذه القيادة أحمد؟ أستاذ أحمد، هذه القيادة من واحد. التي تقصد؟ الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية أم المجلس الانتقالي وعيدروس وشلال ومن هو في صفهم؟ لابد أن تعلم أن القيادة الموحدة في قيادة الرئيس عبد ربه المشير عبد ربه منصور هذا أولا، نعم. وحكومة الشرعية هي حكومة معترفة بها دوليا ومحليا وعربيا، ولا زال قوات التحالف تتعامل مع هذا الشكل، نعم. والمجلس الانتقالي يعبر عن قضية الجنوب ويعبر عن أشخاص مئات الآلاف التي خرجت مناصرة له، لا تريد إلا التخلص من هذا الفساد. ولاحظ ايضا الى حد الان لم يجري اي تصريح من رئيس المجلس الانتقالي او احد اعضائه مسيئا لفخامه المشير عبد الرب منصور هادي، والى حد الان يقولون هذا الجمله، نحن نعمل في اطار الشرعيه، والى حد الان مقابلاتهم وتسجيلاتهم وحواراتهم كلها لم تسيء بكلمه واحده لفخامه المشير عبد الرب منصور ما هادي. ما قيمه استاذ احمد؟ نعم، ما قيمه استاذ احمد التصريحات، لكن ما هو على ارض الواقع هو عكس تماما. اسمح لي، وايضا كانت اخر تصريحات للمجلس الانتقالي ما تحدث عنه عيدروس بانه تصعيد ضد الحكومه الشرعيه واسقاطها وعدم تواجدها في عدن. اسمح لي ان اعود للاستاذ فتحي بالازرق. استاذ فتحي، الان البعض يتحدث يعني من خلال ما تحدث ومن خلال من يتابع المشهد في عدن، هل هي رغبة التحالف العربي ممثلة بالإمارات العربية المتحدة أن تبقي عدن بهذه الصورة؟ شخصيا لا أعتقد، أو على الأقل أقول ظاهريا، ما نسمعه من دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها أحد طرفي التحالف العربي أنها دائما تشدد على دعم الحكومة الشرعية، دعم السلطات المحلية، وهي للأمانة نقولها بكل وضوح وصراحة، الإمارات أبلت بلاء حسنا خلال الأشهر الماضية ودعمت الكثير من القطاعات، ونتمنى أن يظل هذا الدعم مستمرا على الأقل إن لم يكن. هل التحالف أستاذ فتحي هل التحالف الآن ممثل بالإمارات الحاكم الفعلي كما يقول الكثير، ولم يعد هذا يعني كلام يعني مسكوت عنه، الجميع يتحدث فيه في شوارع عدن وفي خارج عدن وعبر الإعلام، هل هي عاجزة عن السماح للقائم بأعمال المحافظ من أداء مهامه من هذا المبنى؟ هي الإمارات عنصر فاعل ومتحكم في الكثير من أمور عدن، هذه حقيقة، لكن طالما للإمارات دور سياسي أو رؤية سياسية إذن فلتتفضل وتدير الأمور بشكل رسمي، تتولى عدن بشكل رسمي وتعين محافظ من عندها وتتولى أمور الناس في عدن لكثرة تعبهم صاروا يبحثون عن مخرج،
لكن استمرار الصراع هو المضر للناس بشكل عام. إذا طالما الإمارات غير راضية عن المفلحي، غير راضية عن أحمد سالمين، إذا فلتتفضل. إذا الإمارات هي الحاكم الفعلي، إذا الحكومة الشرعية والرئاسة اليمنية لا علاقة لهم بعدن. إذا الإمارات هي لماذا لا تعلن إذا عن نفسها بأنها هي الحاكم الفعلي يعني تنصب من تريد وتنهي هذه اللعبة التي ضحيتها المواطن؟ لا خدمات، لا كهرباء، لا انتظام رواتب. يعني الناس في الأخير يبحثون كما تحدثت في بداية الحلقة عن الخدمات ويبعدون من هذا الصراع. والله أنا أطالبهم بأن يتولوا أمور عدن طالما هم غير راضون عن المفلحي، غير راضين عن كل الأطراف. إذن خلاص تفضلوا، فاتوا محافظ من عندكم، ادعموا هذا المحافظ، سيطروا على بشكل كامل على عدن، وأديروها كما تديرون المناطق الأخرى. على الأقل سيجد الناس الكهرباء، سيجد الناس المياه، سينتهي الصراع الحاصل. أما أن الشرعية هي تدعي زورا وبهتانا أنها تدير عدن وهي أساسا لا تستطيع أن تحرك شيء، وأطراف أخرى تحرك كل الأشياء وتمنع وتنفذ. يا أخي الصراع صار ممل، صار معيب حق كل الأطراف. الأطراف التي تصارع أضرت بعدن نعم. بشكل كبير، بإرادة عدن، بكل الأطراف، يعني تضررنا بشكل كبير. نعم. لذلك نحن نبحث عن مخرج. طيب أستاذ فتحي لضيق الوقت فقط، هاتوا لنا إن شاء الله حتى ضعوا عدن تحت نعم. سيطرة الأمم المتحدة. لا أستاذ فتحي، هذا الصراع. نعم أستاذ فتحي، سؤال أخير فقط لضيق الوقت أودعك فيه. الآن الجميع مثلا يقول المجلس الانتقالي عندما يريد يعني عمل مليونية أو حشد الناس ربما تأتي فقط في جانب التعطيل لما هو حاصل في عدن. لماذا لا تكون يعني لماذا لا يحشد الناس من أجل دعم السلطة المحلية، من أجل دعم الخدمات، يعني كما هو حاصل في تعطيل أي نشاط وتواجد لمؤسسات الدولة في عدن؟ شوف يا أخي، أنا من مؤيدي المجلس الانتقالي وأعلق أمال كثيرة على هذا المجلس، لكن للأمانة أقولها أن سير المجلس صوب تعطيل السلطة المحلية في عدن، صوب الإضرار بالحياة العامة للناس، سينعكس سلبا وبشكل كبير على حضور المجلس، على أدائه، على شعبيته، على أشياء كثيرة. لذلك نتمنى أن العقلاء في المجلس فعلا يبحثوا عن أما لا يضر الناس. في الأخير الناس حينما سينالها الضرر ستلعن الشرعية وستلعن المجلس وستلعن كل الأطراف مثل ما يحلت اليوم. لذلك نتمنى من المجلس أن يدعم السلطة المحلية. يا أخي ادعموا السلطة المحلية على الأقل في هذه الظروف، وإذا لكم صراعات سياسية أجلوها فترة بسيطة أو وجهوا صراعكم مباشرة إلى هذه، إلى أطراف الحكومة إذا استطعتم. أما أن ينعكس الصراع فوق يعني فوق معاناة الناس فهذا مضر كثير جدا. أشكرك جزيل الشكر رئيس تحرير عدن الغد الأستاذ فتحي بن الأزرق، كنت معنا من عدن. ونرحب بالدكتور فيصل علي المحلل السياسي. دكتور فيصل، أنت أيضا كيف تفسر موقف الحكومة الشرعية مما يحدث في عدن، سواء من المجلس الانتقالي أو من التحالف ممثل بالإمارات العربية المتحدة؟ مساء الخير. أولا مساء النور. الحكومة الشرعية بين نارين، النار التي يؤججها المجلس الانتقالي والنار التي تؤججها الإمارات في عدن. المواطن اليمني هناك في عدن وفي غيرها من المحافظات المحررة يريد نوعا من الاستقرار، ويريد دعم الخدمات الأساسية، الكهرباء ويعني والتعليم والصحة وأشياء أساسية مهمة كضرورة. الحكومة الشرعية تسعى جاهدة بقيادة دولة رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن داغر إلى إرساء قواعد الاستقرار، لكن هناك من لا يريد أن يعطيها الفرصة، هناك من يعني يقدم نفسه بديلا لهذه الحكومة. المجلس الانتقالي يقدم نفسه بديلا لمحافظة المحافظة وللسلطة المحلية وللحكومة الشرعية. للأسف التحالف العربي يعني والإمارات خصوصا يتعاملون مع هذا المجلس على أنه حقيقة مطلقة، و يعني وينساقون وراء بعض أوهامه بأنه الممثل الشرعي للجنوب أو لما شابه من هذه المسميات. الأحرى بهم أن يدعموا الحكومة الشرعية والسلطة المحلية في عدن وفي غيرها من المحافظات المحررة. استقرار عدن واستقرار اليمن هو استقرار للخليج، وهذه من بديهيات يعني فهم المشكلة التي تحصل في اليمن وفي نعم. المنطقة. طيب دكتور نعم. دكتور فيصل، نعم في نقطة في غاية الأهمية، ما يقوم بها الآن التحالف العربي ممثل بالإمارات
لم تظهر ملامح بالصورة يعني الواضحة. إذا كان يدعم الميسر الانتقالي، لماذا لا يدعم الميسر الانتقالي ويطبع الحياة في عدن ويعيد الخدمات للناس؟ لكن ما يقوم به هو تعطيل فقط. أيضا لا دعم الحكومة الشرعية بالرئاسة وتواجد الحكومة من أجل إعادة الخدمات، ولا يتم دعم الميسر الانتقالي بالصورة المباشرة والواضحة ويعلنها صراحة. هذا يعني الوضع الغائم أو العائم إلى متى سيستمر؟ يا سيدي الكريم، الإمارات لا تملك مشروعا ولا رؤية حقيقية واضحة لليمن ولا للمنطقة. تحمل نفسها فوق طاقتها، هي مجرد أمنيات أن تسيطر. هذه السيطرة بحاجة إلى كلفة وبحاجة إلى تعامل مع الواقع على حقيقته. من مصلحة الإمارات اليوم دعم الحكومة الشرعية وليس دعم المجالس الغير فاعلة والغير ممثلة للناس. الحكومة الشرعية هي الممثلة الوحيد لهذا الشعب. إذا أراد استقرارا لليمن واستقرارا للمنطقة لمضيق باب المندب ومنطقة الخليج، عليهم دعم الحكومة الشرعية، وهذا الكلام هو الواضح وهو المتاح. لكن دعمهم لبعض القطاعات لتخريب الاستقرار لزعزعة الاستقرار عمل الفوضى والمشكلات من عدن إلى حضرموت، هذا لا يعود بالصالح العام لا على الإمارات ولا على التحالف وفي مقدمته المملكة العربية السعودية ولا على اليمن ولا على اليمنيين. الحل الأسمى والوحيد ودعم الحكومة الشرعية ودعم طيب دكتور الجهود التي تبذلها الشرعية في اليمن. سؤال أخير فقط دكتور لضيق الوقت ودعك فيه، فيما يخص كما تعلم كان المفلحي ربما يعني حظي بإجماع من الجميع في محافظة عدن، ولكنه عرقل ويعني غادر عدن. الآن أحمد سالمين وهو من الشخصيات المشهود لها يعني بالحيادية والاستقلال ويعمل من أجل خدمة عدن وأبناء عدن، كان في السابق يعني إلى 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 الأمس وقبل الأمس كان يزاول عمله كوكيل أول للمحافظة. اليوم بعد أن تم تعيينه قائم بالأعمال منع من دخول المحافظة. برأيك لماذا يعني يحاولون عرقلة كل من يريد أن يخدم عدن؟ من الذي منعه؟ ما يقولون بأنها حراسة المبنى، حراسة المبنى تتبع كما تعلم الحزام الأمني، الحزام الأمني المدعوم من الإمارات واضحة. الإمارات هي التي لا تريد لعدن الاستقرار، هي من عرقلت المفلحي وتعرقل أحمد سالما وتعرقل حكومة بن داور وتعرقل الشرعية. يعني هذه الكارثة المتمثلة فيما تقوم به الإمارات يجب أن تنتهي. يجب أن تراجع الإمارات من قبل قيادة التحالف. يجب أن تتعامل الإمارات وقيادة التحالف مع اليمن كشريك في هذه المنطقة في اليمن، لا يتعاملوا معه يعني كطبقة أخرى أو كطبقة متدنية أو تعامل دوني. هذا لا، ليس صحيح بالمرة. عليهم أن يثقوا بهذه الحكومة، أن يثقوا بالشرعية، وأن يتعاملوا يعني بشفافية ويتعاملوا بما يخدم استقرار اليمن. منعهم لسالمين ومنعهم للمفلحي من قبله سيؤجج الصراع في شكرا لك دكتور فيصل. نعم انتهى الوقت ووضحت الفكرة. انتهى الوقت، أشكرك جزيل الشكر للمحلل السياسي الدكتور فيصل علي، كنت معنا من كوالا لامبور. عودة أخيرة للناشط السياسي أحمد ماهر. أحمد، توقعك أيضا للناس في عدن، إلى متى سيستمر صبرهم وصمتهم على هذا الحال؟ أولا يا أستاذ بشير لم تعطيني الوقت الكافي للتعبير عن رأيي، لمجرد فقط أني لم أسيء إلى الإمارات أو لم أخطأ بحقها، وهذا غلط ولا بد أن تتقبلوا الرأي والرأي الآخر. تفضل قل ما تريد أحمد والتزغير. قل ما تريد. نعم أولاً. أحمد الكلمة لك، اختم بها معك دقيقة، اختم بها، تفضل قل ما تريد. يعني أنا الشعب بإذن الله سوف يصبر إلى مرحلة وسوف يتم بإذن الله التغلب على هذه المشاكل والفساد الموجود. إذا تجمعت كل القوى على مصير واحد وكان هم وطن، بناية وطن من جديد، وليس هما مصالح شخصية أو مكاسب سياسية أو حرب إعلامية قذرة تريد السعي منها من أجل كسب مناصب سياسية على الأرض. الشعب يريد خدمات، يريد ماء، يريد كهرباء، يريد خدمات عامة بشكل عام. والخدمات هذه لا تأتي من فراغ، بل تأتي من تعاون مشترك، ولابد أن يتعاون بها الشعب والسلطة والإدارة والقيادة السياسية وكل المكونات السياسية.
نرحب بأن يكون هناك شراكة سياسية متكاملة مع كل القوات، فكلهم أبناء وطن واحد، ولابد أن نجتمع على قرار واحد مثل ما اجتمعنا في أيام الحرب، أن نجتمع الآن فيما بعد الحرب. نعم. وعلينا أن نبني أرضنا من جديد بتعاوننا المشترك وبدعم قوات التحالف العربي لنا ممثلة بالمملكة العربية السعودية بدورة الإمارات العربية، ونتمنى عدم التنقيص من دور أي شخص في هذا البلد أو أي شخص قدم لهذا الوطن. شكرا لك. أؤكد على آخر كلامي، أؤكد في آخر كلامي فقط، إلى حد الآن لم يجد تصريح رسمي من محافظ محافظة الدكتور عبد العزيز المفلحي أو أحمد سالمين يثبت فيها أن تم عدم السماح له بالدخول هذا المبنى. ومثل ما انت تعرف ان الرئيس اذا ما تناقله موقع عدن الغد وما تحدث عنه الصحفي فتحي بن الازرق هو كاذب في نظرك احمد؟ اشكرك. ابدا لم هذا ولا من في الكلام، ولكن هذا تفسير اجابتك. نعم اشكرك احمد، انتهى الوقت. اشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي احمد ماهر، كنت معنا من عدن، والشكر ايضا لرئيس تحرير عدن الغد الصحفي فتحي بن الأزرق، وكذلك للمحلل السياسي الدكتور فيصل علي. اختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.